مساء الخير على حضراتكم. ده يمكن اول فيديو بصوره بعد ما ربنا اراد ان انا اقوم بالسلامة من الوعكة الصحية اللي انا كنت فيها. انا بشكر جدا كل اللي سأل عليا، بشكر جدا كل اصدقائي، كل زمايلي، بشكركم جدا 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 جدا، بشكر كل الصحفيين اللي اهتموا ان هم يسألوا عليا ويتابعوني. بس انا بعتذر ان انا ما عرفتش ارد على حد، وعلى قد ما قدرت ارد كنت برد. انا اسف. هو الحمد لله ده مرض وشده وابتلاء من الله عز وجل، والحمد لله ربنا اراد انها هتعدي على خير. لكن صدقني انا ما اعرفش ايه اللي حصل، وما اعرفش الوضع اللي انا فيه اتحطيت فيه ازاي. انا كل انا اعرفه ان انا كنت في زياره مع بعض الاصدقاء، كنا في امريكا عادي نروح ونتفسح، بلد جميله، بساطنا ما فيش في بالي اي حاجه. كل انا عارفه في يوم من الايام وانا هناك حصل في رجلي نوع من انواع ان انا زي مش حرق، بس هو التهاب خفيف جدا، ما اقدرش اقول حتى يعني تحس ان انت مثلا انا كني خربشت نفسي ابهرش في حاجه. ده اللي في بالي، وما اعرفش سببه ايه، وما اعرفش ده حصل ازاي، وما اعرفش ايه اللي خلاني في الحته ديت ان انا حصل لي نوع من انواع الحساسيه ديت او نوع من انواع الالتهاب ده. كل اعرف ان انا رجعت مصر ورجع زي الفل وما عنديش اي مشاكل. ثم المنطقه دي ابتدت توجعني، ابتدت تكبر سنه. رحت المستشفى كبيره محترمه جنب بيتي، نتام الشرطوط موجود، قابلت اخصائي وقابلت دكتور، فقعد يقول لي لا انت لازم تعمل اشعه تلفزيونيه. قلت له حاضر. بعد ما اشعه تلفزيونيه، لا يبقى اشعه مقطعيه. قلت له حاجه، انا دلوقتي من اشعه مقطعيه اشعه تلفزيونيه والاثنين هوصلوا نفس النتيجه، انا طلع لك الريبورت بايه؟ اديني دواء ونشوف. قال لي خلاص مضاد حيوي. وانا تامر شلتوت، انا مش شخص من العامه او مش مستشفى حكومه، انا في مستشفى خاصه. انا كل اللي اعرفه حضرتك ان انا رجعت البيت اخذت المضاد الحيوي دوت. انا فضلت نايم في السرير، اقسم بالله وربنا شاهد، ربنا شاهد اني بكذب في كلمه. لقيت نفسي نايم اربع ايام ما صحيتش فيهم. بنام واصحى ما اعرفش في ايه. انا ما فهمتش في الاربع ايام ده ايه اللي حصل، الى ان ببص على نفسي وانا نايم لقيت مكان الحته اللي كانت عندي فيها مثلا حساسيه او ايا كان، لقيت الموضوع قد كده بالحجم ده، وبتوجعني جدا، مؤلمه جدا، ومش عارف اقف بطولي. المساعد بتاعي بيخبط على باب البيت عشان افتح له باب الشقه دي، كان انجاز ان اروح افتح له. بيقول لي احنا عندنا شغل. قلت له انا ما اعرفش هو فيا ايه، انا مش عارف. قال لي لا احنا لازم نروح لدكتور. انا من رزق ربنا عليا، ودي كانت تجربتي، كان شيرين بكر عرفتني على دكتور من الناس اللي انا بتشرف بمعرفتها ومن الدكاتره المحترمه الامينه، زي ما عندنا في الحمد لله رب في ناس ربنا يصلح حالهم، في ناس نتشرف بيهم ان هم موجودين في بلدنا، دكتور محمد ابراهيم. رحت له الساعة 12 بالليل ولا عارف امشي، وموجوع وجع ربنا ما يكتبه على حد، وربنا يهون مرض كل حد ويهون تعب كل حد. والله لازم داخل له بقول له انا فيا ايه. انا فاكر كلمة واحدة بس، هو قال لي انت اكلت؟ هناخد بنج كلي ولا هناخد ابيديورال بنج نصفي؟ انا طالع اللايف ده او طالع مصور الفيديو ده اولا عشان بشكر كل زمايلي، ثاني عشان عايز اشكره هو. انا جاي النهارده عشان اغير على الجرح. والله من اكتر الناس المحترمه الامينه اللي بيمتهن الطب، عشان هو بني ادم، ما الفلوس بتيجي بس ده بني ادم، وهو انقذ حياتي. عشان فيما بعد انا اكتشفت ان انا كنت الحمد لله رب فضله ونعمه، انا كنت على محك. انا بشكرك، وده تسجيل الفيديو ده يفضل على السوشيال ميديا ده على طول، شكر مني ليك. بتكلم بجد والله العظيم، راجل محترم، واتمنى اتمنى اتمنى مستقبلك يكبر ويوسع وتحقق كل نفسك فيه. ربنا يكرمك. هقول اول ما جيت لك، حضرتك فاكر قلت لك اول كلمه قلت لي ايه؟ قلت لي انت اكلت. انا اول كلمه قلت لي انت اكلت، كنا جيت لك الساعه 12 بالليل ونزلت 12 بالليل على فكره. ده اول حاجه، كلمنا الساعه 10 نزلت 12 بالليل. تمام. وانا تامر، يعني انا الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حبيبي.
انا دايما يعني سعيد بوجودك دايما يا حبيبي. انا اتشرفت والله، وانت من الشخصيات الجميله جدا وصديق عزيز جدا يعني. اتشرفني يا حبيبي. طبعا يعني زي ما انت قلت كده، انت لما كلمتني الساعه 10 واديتني وصف مبدئي على الشكوى بتاعتك، انا قلقت من كذا حاجه، عشان كده قلت لك انا لازم اشوفك في خلال ساعه تكون عندي يعني نبص على الموضوع ده. زي ما انت قلت، هو كان التهاب، بس هو كان التهاب متقدم جدا وعمل خراج، واقرب الى ان واحد دخلنا في شكل من اشكال الغرغرينه، تمام؟ ودي بتدي يمكن اللي هو بدايه تسمم في الدم، فده اللي اداك الهمدان الوضع العام اللي انت كنت داخل لي بيه بالمنظر ده. عشان كده انا اول ما شفت الموضوع ده على طول سالتك نفس السؤال اللي انت بتقوله، انت واكل ولا مش واكل؟ هنخش بين كلي ولا بين نصفي؟ لان احنا لازم نتدخل جراحيا في الموضوع ده، وده كان فعلا القرار ان احنا لازم نتدخل جراحيا في اسرع وقت، وان احنا حتى ما نستناش حتى 12 ساعه. ده اللي خلينا ان احنا شفتك الساعه 12 يمكن قبل الفجر على طول دخلنا العمليات، عملنا تنظيف المكان ده كويس قوي والحمد لله. وبعد كده الامور مشيت بعد كده بغيارات مستمره والحمد لله، ده فضل ونعمه من ربنا اولا واخيرا يعني. يا حبيبي انا بشكرك والله العظيم. ومش بس بقى يعني، خلينا برضو نقول لينا برضو، مش بس ان هو عمل عمليه والحمد لله ونجا، لا طبعا العمليه دي اللي عشان ربنا يعني الحمد لله كرمني، دي كانت بفتيل يعني، في فتيل عشان يطلع الصديد اللي في الجسم. الفتيل ده ربنا مكتبه على حد ان هو كل يوم بيتشال ويتحط بنفسه، كل يوم بجيله الساعه 9 بيشيل فتيل ويحط فتيل. فتره احنا قعدنا فيها اسبوع رايح جاي، يمكن دي النهارده اسبوع او اكتر يا دكتور، احنا قعدنا اسبوع ولا اسبوع متواصل، اسبوع متواصل كل يوم بجيله ينزل، يعني الراجل عنده شغله وعاداته ويجي في ميعاده الساعه 9 يغير على الفتيل، وانا اجي له هو احنا في ميت نص دلوقتي وهو وانا مكتوبر. والنهارده يمكن ده اخر غيار، انا بشكرك والله يعني، انا مش عارف اقول لك اكتر من كده بجد، انا مش عارف اعمل ايه بجد والله العظيم. فايا كان ايا كان ربنا جالك دايما كده سبب انك انت يعني تشيل شده بني ادم يا رب. وسبحانك يا رب يعني، انا كنت في مستشفى خاص، ما احنا في مستشفى خاص برضه احنا كمان يعني انا طب ليه؟ معلش اسالك سؤال ده ليا لنفسي، ايه خد مضاد حيوي اشعه تلفزيونيه واشعه مقطعيه وانا يعني انا اسم برضو، انا مش حد صغير وهم اتعاملوني وعارفين ان انا اسم، ازاي ده يحصل فيا كده؟ يعني بص، ما اقدرش برضو اشوف، مش هقدر اعلق على حاجه من زمايلنا شويه، انما ما اعرفش هو كان شايف في الموضوع من وجهه نظر ايه يعني. بس هي من ناحيه جراحيه، لا من ناحيه جراحيه ده يستدعي تدخل جراحي سريع. طب هو مش باين من اول لحظه، من اسبوع او 10 ايام من قبل ما يجي لك، مش باين ان هو التهاب بخراج ولا هو ما يديش الانديكيشن؟ ممكن من فتره طويله ممكن ما يبانش شويه، ممكن يبقى التهاب ممكن يستجيب لمضاد حيوي، انما الوضع اللي انت جيت لي بيه لا، ده كان لازم يستدعي طبعا تدخل. ده واقعي يعني. دكتور محمد ابراهيم، دكتور من دكاترتنا واساتذتنا في جامعه عين شمس، جراح مناظير، انا بقول صح الاسامي دي كلها كده؟ اتزعنا على الشرح، تمام؟ من اشطر دكاتره جامعه عين شمس وجامعه القاهره، ومن الدكاتره المحترمين اللي موجودين في بلدنا، هو السبب ان ربنا يكتب لي حياه تانية. انا مخضوض على فكره، اقسم بالله العظيم، انا يعني بنقابل ناس وبنحاول نساعدهم ونطلعهم يكون سبب ليهم، ما تخيلش ان رجلي هتيجي، وما تخيلش هتيجي بالبساطه ديت، وده توفيق من المولى عز وجل ان ربنا كان موقعني في نفس حلوه زي دكتور محمد ابراهيم على مدار الفتره اللي فاتت دي كلها. انا بشكرك وربنا يوفقك، واتمنى الفيديو ده يوفيك حقك من تجاهي مش اكتر. وانا جاي النهارده مش عشان اغير على جرح، صدقني انا الجرح الحمد لله بيلم الحمد لله يعني فضل ونعم، انا جاي النهارده عشان اشكرك في الفيديو ده. وانا سعيد جدا والله ان الحمد لله ان ربنا يتمم شفاك على خير، ودايما نشوفك في احسن صحه كده عشان تخدم ان شاء الله الناس. دايما بشوفك دايما بتخدم الناس كلها، وهو ده برضو على فكره دايما الناس اللي هي بتخدم الناس ربنا بيوفقها يعني بيصل لها الامور يعني. يا حبيبي يا دكتور انا اللي بشكرك حبيبي يا دكتور محمد. ربنا يكرمك. اكمل هقول اخر حاجه، انا عارف الدكتور محمد ابراهيم منين، مدير اعمال شين بكر، وهي شخص كده مناكف في الحياه والله في المستشفى قالوا خلاص لا ستي دي بتشطب وخلاص واحنا تمام ومفيش اي حاجه، والدكاتره الجراحين خافوا يعملوا لها العمليه. انا بس عشان نكمل بقى الصوره دي، كان كام من كام سنه؟ من 5 6 سنين؟ من 4 سنين. من 4 سنين والله خافوا يعملوا لها العمليه خلاص، هي وانا واقف بقى، انا قاعد معاها 3 ايام واخواتها خلاص يعني تمام. دخل وكان عندها خراج داخلي، كان عندها انفجار في المراره، كان عندها حاجه كده، عندها حاجه، كانت عندها مصيبه سوداء. كان عندها واصر ودخل عمل عمليه، وكتب لها قومة من عند الله عز وجل على يد الراجل ده. اللي خافوا منه الاساتذه الكبار، وكان في اسامي في المستشفى، شكت مستشفى في مهندسين المستشفيات المحترمه،
هو دخل عمل عمليه. بس عشان واحد ايه ما دام احنا الفيديو ده توثيق لدكتور محمد ابراهيم يبقى الفيديو ده يكتمل صح. نورتني. انا بشكرك. وانا بشكرك جدا. مرسي. بشكرك جدا يا دكتور. انا بشكركم وبشكر تاني كل اللي سال عليا. انا بشكركم جدا والحمد لله انا زي الفل. بشكركم.